في بداية حلقتنا النهاردة عايزة أتكلم عن فريق اليد والإنجاز المحترم اللي هم عاملينه في البطولة العربية، واللي هي حدث كبير جدا 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 ومؤهل لبطولة العالم للأندية. فأول نسخة أن تكون البطولة العربية مؤهلة لكأس العالم للأندية، ودي فرصة عظيمة لأن احنا في السوبر الإفريقي ما حالفش الزمالك الحظ ان هو يكون متواجد في كأس العالم للأندية بعد خسارته أمام النادي الأهلي. فالبطولة العربية فرصة، لأن هو كأس العالم للأندية بصراحة يعني احنا موجودين فيه كل نسخة، وبجد الزمالك بيعمل مستوى رائع هناك في البطولة العربية. وقلت وهفضل أقول برضه عشان احنا هنا بنتكلم عن حدث عظيم، كأس العالم للأندية لما يكون عندك فرقتين من أفريقيا ده بيبقى حدث عظيم، لما يكون عندك الفرقتين كمان من مصر أكيد دي حاجة مشرفة لينا كلنا كمصريين. فبالنسبة لنا كمان بقى وجود الزمالك إن شاء الله في كأس العالم للأندية أكيد ده هيفرحنا كلنا، وأكيد ده دايما بقول ان اولادنا ما شاء الله مسيطرين على الاحداث في قاره افريقيا، مسيطرين على الاحداث ومتصدرين المشهد في البطولات المحليه، فبحس ان اكبر مكافاه ليهم انهم يبقوا متواجدين في كاس العالم للانديه. واللي بيكونوا هناك ند قوي لبطل اوروبا والبطل اسيا ولكل القارات اللي بتكون متواجده، بنكون بجد ند قوي ليها، مش مجرد تمثيل مشرف، لا وجودنا بيكون بيمثل فارق وبجد بيدي البطوله حلاوه كده زي ما بيقولوا، واداء فني عالي وكل الحاجات الحلوه دي. فبالتالي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا في البطوله العربيه. طبعا تخطينا اول مباراه امام الترجي التونسي، وهو طبعا وسط ارضه وجماهيره بالتاكيد كانت مباراه مش سهله ابدا. كمان رحنا لمباراه الكويت الكويتي، اللي قلنا من بدايه من قبل ما البطوله تبدا قلنا لكم ان مباراه الكويت الكويتي هتكون من المباريات الاصعب على الاطلاق في البطوله، بجانب بقى الترجي، بجانب الافريقي، بجانب ماتش المولوديه بكره برده مش هيبقى اسهل حاجه على الاطلاق يعني. لكن ان شاء الله لو انت عليت من اول المباراه وسيطرت على مجريات المباراه خلاص انت هتريح نفسك بعد كده. الجميل ان انت لو تصدرت المجموعة بكرة، وقلنا الكلام ده برضو من اول يوم بعد مباراة الترجي، لو تصدرت المجموعة بكرة فطبعا كلنا عارفين ان الفريق الجزائري الناحية التانية اللي هو رابع المجموعة التانية بعد انسحابه، طبعا فبقى رابع المجموعة التانية بعد انسحابه، فبالتالي انت لما ان شاء الله تتصدر مجموعتك بكرة هتتأهل مش لدور الثمانية، هتتأهل لنص النهائي مباشرة، لانه انت المفروض تقابل رابع المجموعة اللي هناك ان شاء الله لما نتصدر المجموعة بكرة، فبالتالي رابع المجموعة اللي هناك منسحب، فان شاء الله نتخطى دور الثمانية الى دور نصف النهائي مباشرة من غير لعب اي مباريات، وده مفيد ليك، هيريحك، هيريح فرقتك بالتأكيد. لانه برضو خلينا واضحين ان برضو كان عندنا اصابات رايحين البطولات، في ناس غايبه عننا، في ناس مش معانا، في ناس مفتقدينها بشكل كبير جدا جدا، فبالتالي كل ما يبقى عندي يوم حتى راحه زياده ده هيفرق معايا بشكل كبير. امبارح المباراه امام الكويت الكويتي ما كانتش اسهل حاجه على الاطلاق، وعندهم ما شاء الله حارسين المرمى يعني كانوا على مستوى عالي جدا جدا طوال المباراه، سواء في الشوط الاول او الثاني برضو دفاع كويس، يعني المباراه ما كانتش سهله خالص على فكره، والفريق تقيل جدا، وزي ما فريق الترجي تقيل وزي ما فريق الافريقي تقيل، لكن احنا اولادنا ما شاء الله ربنا يحميهم بينزلوا من بدايه المباراه، وده انا بتمنى انهم يكملوا عليه ما تبقى من البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، ان انت ما تلعبش، ما تنزلش تلعب على مستوى الفرقه اللي قدامك، سواء هو تقيل، فريق ضعيف، فريق متوسط، فريق فايق النهارده مش فايق النهارده، الجميل انه الزمالك بينزل يلعب بمستواه هو، بيسيطر على مجريات المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة، بيفضل يلعب بنفس القوة. وبرضو أنا بحيي المدير الفني على الطريقة دي، إن الراجل دايما بيخلي فيه ناس خبرة في الملعب طول الوقت، هتلاقيه حتى لو بيريح مثلا الأحمر لوكا مش عارفة إيه بيريحهم في بعض الأوقات، بيرجع تاني ما بيقعتهمش بره كتير، ما بينساش فبينزلهم تاني، الخبرات هي اللي دايما بتخليك محافظ على مجريات المباراة، وهي عموما توليفة،
يعني انت النهارده لما يبقى عندك الخبرات موجودين في الملعب سواء على مستوى الدفاع هتلر ما شاء الله واحمد حسام وكل الناس اللي بتدافع وقدح وكل الناس اللي بتدافع وطبعا والوينجات واكرم وبكار ودودو كل الناس اللي بتنزل بالتأكيد، لما بتحافظ على ده في الدفاع وتيجي في الهجوم برضو يبقى عندك توليفة حلوة ما بين قداح وما بين الأحمر وما بين لوكا والوينجات اللي ما شاء الله عاملين مستويات حلوة وخالد وليد أو شادي خليل على الدايرة، فبتلاقي إنه هي توليفة ما بين خبرات متوسط أعمار صغيرين في السن، فبتلاقي إن كل واحد ما هم اللي هم الخبرات ده اللي بيتقل على النتيجة. يعني مثلا لما تبص على الخبرات هتلاقي انه لوكا والاحمر مثلا طول الوقت بيشغلوا الملعب بيهدوا الدنيا ما بيسرعوش ما بيحسوا ان مثلا السكور قرب شويه بيبداوا يتقالوا على النتيجه زي ما بيقولوا كده بلغه الرياضه. عندك قداح حل عظيم جدا ربنا يحميه ويبارك فيه، حل عظيم جدا لما بتكون النهارده الناس اللي قدامك الدفاع 6-0 انت مش عارف تخترق، حسن قداح ما شاء الله بيطلع يشوط من بره، عندك الوينجات في الفاست بريك او حتى لما الباك بيضغط ويدخل الباكات بتضغط وتدخل الوينجات دي حلول عظيمه، عندك الدنيا لما الباكات بتضغط ومش لازم تروح مديها الوينجات تروح مسقطه للدايره هي توليفه. مثلا قداح وشادي خليل دول بقى الصغيرين مثلا او قداح من الناس الصغيره ده ما شاء الله ده المستقبل وده البدني وده كل الكلام ده، الوينجات نفس الحكايه ما شاء الله عندهم بدني ربنا يحميهم، هي الفكره كده انت لازم يبقى عندك توليفه داخل الملعب اللي بيتقل على السكور واللي بيعرف يمسك الملعب ويشغل الناس ويدخل يجيب بلانات واللي بيعرف يمسك الملعب كهاف واللي بيعرف ياخد دقيقتين ويسقط على الدايره والوينجات وهو نفسه يخترق ويشوط زي الاحمر زي الوينجات اللي بتدخل من الصفر او تطلع فاست بريك زي الدايره اللي بيبقى دايما عينه مع كل الخط الخلفي انهم هيسقطوا له في اي وقت، هي توليفه. لازم يبقى عندك اللي بيشوط من بره زي قداح هي توليفه، لازم يبقى عندك كل واحد اللي عنده عشان تبقى ايه زي ما بيقولوا كده عندك كل الحلول داخل الملعب، اللي بيخترق واللي يشوط من بره واللي بيطلع فاست بريك واللي بيعرف يستلم على الدايره، لازم يبقى عندك التوليفه دي كامله مكمله وما شاء الله ربنا يحميهم كل واحد وعنده حلوله، كل واحد واللي تحس انك ما تقدرش تستغنى عنه داخل الملعب. عجبني في الراجل ان هو طول الوقت واخد باله من التوليفه دي، طول الوقت بيلاقي حلول، يعني حتى لما بتكون مثلا تغييره الاحمر بعيده علشان الدفاع علشان يخلي الاحمر يدافع في الوينج فبيروح منزل بشير جنبه في الوينج رايت او احمد حسام لانه مش هينفع يحط الاحمر واكرم جنب بعض لما تكون التغييره بعيده علشان مش هينفع الاثنين يدافعوا كباك وهاف ورا كباك وينج رايت ورا، فالراجل عنده حلول طول الوقت ما بيثبتش اللي هو مثلا الدنيا مش ظابطه في التشكيل ده لا بس انا هستنى شويه، لا الراجل طول الوقت عنده مرونه في الروتيشن، عنده مرونه في الروتيشن وفي نفس الوقت لما بيلاقي الدنيا ماشيه اصل انت ممكن تلاقي مدير فني عنده مرونه في الروتيشن بس ايه بقى زي ما بيقولوا كده عامل الملعب يعني كتير التغييرات كتير 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 لدرجه ان مفيش لعيب قادر يطلع احسن حاجه عنده في الملعب، لا الراجل ده بيعرف يعمل الروتيشن امتى وازاي وفي نفس الوقت بيحافظ على ثبات التشكيل ادم ما فيهوش مشكله مش لمجرد ان انا يعني انا عايز اغير الناس وخلاص، فده شيء عظيم جدا جدا. برضو من الحاجات الجميله اللي سمعتها من كابتن حماده عبد الباري امبارح مع زميلي طبعا المحترم والمتالق احمد جمال امبارح لما كان معاه في مداخله لما قال له بيسالوا عن المحترف احمد جمال بيسال كابتن حماده على المحترف فقال له انه الراجل مصر ان هو يلعب بالتوليفه اللي كسبت السوبر المحلي. والله اول ما الراجل يبقى جاهز هنستعين بيه بس انا كمدير فني ما عنديش مشكله في التوليفه اللي انا كسبت بيها السوبر المحلي وعايز العب بيهم اكتر وقت ممكن، ده جميل برضو ده بيدي ثقه للعيبه، ده ما يمنعش انك لازم تستعين بالمحترف طبعا في وقت من الاوقات، لعيبه انت محتاج يبقى عندك وسائل اكتر للروتيشن برضو لان الناس ممكن تتعب شويه ده هيخلصوا البطوله دي ويدخلوا على طول بعديها بيومين على بطوله ثانيه وهي بطولة أصعب برضو مش يعني بطولة مش سهلة بطولة الإفريقية لأبطال الدوري، فالنهاردة كل الحاجات يعني البطولات ورا بعدها ورا بعدها ورا بعدها، فبالتالي احنا محتاجين ان احنا طول الوقت نبقى بنسيب الراجل ده يشتغل والحقيقة ان الناس بتدعمه وبتسيبه يشتغل يعني في الإدارة واللعيبة يعني عاجبهم فكره جدا وبيسمعوا كلامه وفاهمين ان السي في بتاعه تقيل. اصل انا دايما اقول ايه، انا النهارده برضو لما اكون لعيب
ومعايا مدير فني، ببقى قاعد يعني كل ما هيبقى الراجل ده السي في بتاعه تقيل كلاعب وكمدرب، كل ما انا هيبقى بصراحه ثقتي فيه اكتر. انا بكلمكم بقى بجد بواقع التجربه يعني والخبره. انا لما بلاقي ان المدير الفني اللي واقف على الخط ده هو نجم وهو تقيل وهو فاهم وهو بجد راجل عنده سي في محترم، يعني هو مش جاي يتعلم فينا يعني، لا هو راجل عنده سي في محترم، فانا كلاعب بيبقى عندي ثقه فيه، ببقى طول الوقت مآمن ان الراجل ده، لا الراجل ده عنده حلول، الراجل ده لا كوتش كويس. الراجل بجد لو خدتوا بالكم طبعا مستر ماتيو جارالدا، لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان الراجل كوتش على الخط زي ما قال الكتاب، الراجل بجد لا دماغه حلو، دماغه حلوه ودماغه شغاله. وخد بالك ان الراجل ده برضه يعني حظه مش حلو. ليه حظه مش حلو؟ لانه داخل، انا النهارده لما ابقى مدير فني وجاي داخل على فرقه هنبدا مع بعض الدوري واحده واحده كده والدنيا هتمشي وهنتدرج بالمستوى مع بعض والدنيا اهي شغاله، الدوري في الكاس ودي الدنيا ماشيه، لا الراجل داخل على سوبر محلي في بطولة عربية مؤهلة لكأس العالم للأندية، في بطولة إفريقية لأبطال الدوري، يعني أنت بسم الله الرحمن الرحيم كده الراجل أول ما هيبدأ بادئ معاك ثلاث بطولات، أنت بتختبره بثلاث بطولات أو بتشوفه خلال ثلاث بطولات، الموضوع صعب جدا جدا. بداية الموسم أصلا اللعيبة ما بتبقاش في التوب فورم بتاعتها. فده صعب على اللعيبة وصعب عليه، والراجل بيتعرف على اللعيبة. ناس تقول لي لا طب يعني ايه بتعرف على اللعيبة، هو مش شافهم في التدريب والمعسكر بتاع برج العرب والماتشات الودية وكل الكلام ده؟ اه بس احنا اتفقنا هنا مع بعض في البرنامج والكلام ده دايما بنقوله، ان انا النهاردة كمدير فني اتعرف عليك خلال التدريب حاجة، خلال الماتشات الودية حاجة احسن شوية، خلال المباريات الرسمية لا، هو ده اللي انا بتعرف بيه. لان انا ممكن يبقى عندي لعيب يجنن فظيع اسطوري في التمرين وفي الماتشات الوديه، يجي تحت ضغط لا ايه ده انا مش عارف استعين بيه، ده بيروح مني خالص تحت ضغط. احنا الحمد لله ما عندناش حد كده في الزمالك، بس انا بكلمك ان مش بس التمارين والماتشات الوديه هي اللي هتعرفك اللعيب ده كويس ولا لا، اللعيب ده استعين بيه ولا لا. حتى اللعيب اللي ما بيعرفش يلعب تحت ضغط هعرفه من الماتشات الرسميه وهبدا ان انا اشتغل عليه بشكل كبير، وهبدا ان انا لا يعني ادوب الموضوع ده عنده واشتغل على نقاط الضعف اللي عند كل لاعب، مش شرط اللعب تحت ضغط بس، علشان ابدا ان انا الراجل ده ما فيش حاجه اسمها مش هستعين بيه، لا ده راجل ماضي عقد وراجل كويس، ممكن مش متوفق، ممكن عنده حاجات عايزه تتعدل او تتصلح، بس لكن بعد كده انت تطلع منه احسن حاجه يا سيدي، يبقى بالنسبه لك حل هايل جدا في الروتيشن. فهي دي الفكره. هو كمدير فني انا شايفاه لحد دلوقتي يعني انا بالنسبه لي اديله 8 من 10. كلعيبه ربنا يحميهم عاملين اللي عليهم وزياده. وطبعا خليني اطمنكم برضو على هتلر. هتلر الحمد لله كويس، يعني احنا كلنا بنقلق شويه من فكره ان هتلر يقع على دماغه، لان دي تقريبا المره الرابعه او الخامسه انه يقع على دماغه، وكان الدكتور محذره من الموضوع ده، لان كلنا عارفين ان الوقع على الدماغ او الارتجاج لما بيتكرر اكتر من ثلاث مرات بيبقى فيه خطوره بعد كده. لكن الحمد لله الحمد لله الوقعه امبارح كانت صعبه لكن ابسط من المرات اللي فاتت، والحمد لله هو الراجل بس حب ان هو يريحه، وهنستعرض ده اكتر في اخبارنا، حب ان هو يريحه بس لنهايه المباراه بعد ما اطمن على النتيجه، لانه لا غنى عن هاتلر في الدفاع بصراحه، صخره الدفاع ربنا يحميه، وكلهم ما شاء الله عليهم كلهم نجوم، ان شاء الله ربنا يكرمهم في مباراه بكره مولوديه الجزائر. ان شاء الله المباراه اسهل من اللي فات، ومش اسهل دي يعني ننزل مريحين، لا اسهل بس بنطمن الناس ان هي المفروض ان احنا عدينا الفرقتين الاصعب في المجموعه، الحمد لله كانوا ورا بعض وخلصنا على طول، والمفروض عندنا بكره المولوديه. وانا توقعاتي يعني ان اللي هيوصلوا الاربعه هيبقى منهم احنا والترجي والكويت الكويتي، وممكن يبقى معانا الافريقي، دي توقعاتي، ممكن ما ده ما يحصلش، بس انا توقعاتي ان دول الاربع فرق اللي هيوصلوا الدور النص النهائي والنهائي، وتوقعاتي ان احنا هنقابل فرقه من اللي كانوا معانا في المجموعه برضو، يعني الدنيا ايه كلها احنا لعبنا الناس اللي ممكن هيبقوا معانا تاني في دور الاربعه، يمكن هيتضاف عليهم الافريقي التونسي بس، والله اعلم، بس دي توقعاتي يعني. طيب كل التوفيق ليهم ان شاء الله في مباراه المولوديه بكره، ومنه الى نصف النهائي مباشره، عشان احنا شرحنا ليه هنتخطى دور الثمانيه لانسحاب الرابع من المجموعه الثانيه.